إذا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، فطبعا يعني كما كان يعني متداول على مواقع التواصل الاجتماعي متابعينا الكرام، يعني بعد العديد من الصور وبعد العديد يعني من مطالب إنشاء يعني مراحل عمومية يعني تكون يعني بديل لما نشاهده في هذا المكان متابعينا الكرام، خصوصا أن هذا المكان هذا يحتوي على خارطة المدينة القديمة التي تطور متابعينا الكرام كما تشوفوا في الصورة أمامكم، يعني فهذه هي الخريطة ديال المدينة القديمة. طبعا يعني السياح والناس اللي كيبغيو يزوروا مدينة ديال تطوان يتعرفوا على المدينة القديمة، فغادي يجيو غير فقط بلاصة يحاولوا أنهم يتعرفوا على الخريطة ديال المدينة القديمة. لكن المحزن متابعينا الكرام هما كتشوفوا يعني كتشوفوا الفزاك وكتشوفوا يعني واحد الرائحة اللي هي كريهة كاينة في هذا المكان هذا متابعينا الكرام، يعني كتحول يعني سد مانع خصوصا يعني السياح اللي كيجيو يعني كيشوفوا مدينة تطوان وكيسمعوا صورة جميلة أن تطوان يعني مدينة النظافة ومدينة رقم واحد يعني على الصعيد الوطني من حيث النظافة متابعينا الكرام. فطبعا يعني كاين بعض الأشخاص اللي صراحة يعني الإنسان يقول له لا يزير شي مسلم، ولكن يعني كنعدم فيهم يعني الأخلاق وكنعدم فيهم يعني الشروط ديال يكونوا يعني بشر أو مسلمين، يعني بحيث أن الإسلام يحث على النظافة والنظافة من الإيمان متابعينا الكرام. طبعا يعني المكان اللي كنتواجدوا فيه احنا متابعين الكرام هاد الصوره اللي كنتواجدوا فيها احنا متابعين الكرام لهذا المكان، يعني احنا واقفين قدام متابعين الكرام، فطبعا يعني واحد المنظر اللي هو منظر مخزي. هذه هي الخريطه اللي متواجده يعني في المدخل ديال باب التوت متابعين الكرام. ففي انعدام يعني المراحل العموميه وهذه اللي بزاف ديال المطالب يعني كتطالب يعني من المجلس البلدي انه ينشا مراحل عموميه في تكون يعني بديل من هاد الناس اللي كيتواجدوا هنا في هاد المكان هذا، او لان هاد الناس اللي كيجيو انهم يقضيو حاجتهم في هاد المكان هذا. ف مشهد صادم متابعين الكرام، يعني نحاولوا انا ما نقدرش نقرر لان انا داير يد ديال اخنافري باش كنقدر انني نوصلكم هاد الصوره. فطبعا انتم كتشوفوا هاد الرائحه ديال البول حاشكم من الانسان يعني كيبول، وحتى الانسان يعني كيقضي حاجه ديالو هنايا في هاد المكان هذا متابعين الكرام. يعني خصك تبعد عاد باش تختار انك توقف، لان اذا بقيتي قريب ليلى فخرج واحد بالنسبه لي هي كريهه صراحه. يعني الجماعه ولا يعني الشركه ديال النظافه فكل يوم يعني في الصباح الباكر ولا في الليل يعني فاش كيجيو يجمعوا الازبال كيغسلوا هذا المكان هذا متابعين الكرام، كيدخلوا انهم يغسلوا هذا المكان. ولكن المشكل ماشي في الجماعه ولا المشكل ديال الجماعه نيت، لان ما دارتش مراحل عموميه، ولكن المشكل حتى في الانسان يعني متابعين الكرام، لان كيش تخلوا الانسان انه يجي في وسط المدينه ويجي في مدخل ديال باب التوت وكتشوف فيه المدينه عامره الحوانات، المدينه يعني عامره الحوانات هي بعيده البشر، هذا كل شيء كيجي كيتخبع مورا هاد اللوحه هاد الخريطه ولا هاد اللوحه اللي كترسم فيها الخريطه، وكيجي متابعين الكرام وكيجي كيقضي حاجه ديالو هنا. يعني صراحه في واحد المشهد مخيب بالانعدام الانسان يعني ما كتعادمش يعني فيه انسان كيتزير، ولكن ماشي غاتجي حتى في وسط المدينه واحد المكان اللي هو مكان عمومي وحدا الناس غاتجي غاتخدي حاجه ديالك، يعني صراحه تخدي حاجه ديالك وغاتخلي هذا الرائحه تكون تشوف على الانسان اللي كيدوز يعني قطع النفس، لان الصوره ولا الرائحه اللي خارجه من المكان هذا فصراحه ما يقدرش الانسان انه يوقف قدامها، لان واحد الريحه اللي هي رائحه كريهه بزاف وصراحه كتشوه يعني من مدينه تطوان، وكتشوه يعني بالسمعه ديال تطوان، وكتشوه يعني حتى بالمنظر اللي كتعطى عليه تطوان واللي كترسم عليه مدينه تطوان متابعينا الكرام، بحيث النظافه يعني راه تطوان يعني كنقولوها دائما واني نكررها، فمدينه تطوان هي مدينه رقم واحد من حيث النظافه، كنلقاوش يعني مدينه فيها الاسبال مرميين، يعني معروفه بالنظافه معروفه باحترام ممر الراجلين، ولكن في واحد الصوره اللي هي شنيعه متابعينا الكرام، يعني كنشوفوا ان الخريطه ولا المكان اللي كتوجد فيه يعني الخريطه ديال المدينه القديمه يكون بهذا المنظر هذا بهذه الكارثه. يعني الصراحه لان تلقى واحد المكان اللي هو قربتني باش نقرب خصني نشوف داخل الخلاف، كتبقى كتشوف الانسان كيجي موراها وكيبقى يتبول ويقضي حاجه ديالو ما كيجي معاهم لا والو،
هذه ما كيجيبوا لا مال ولا السياح كيجيو خصهم يتعرفوا على المدينه يتساروا مدينه فيها يدخلوا في المدينه يعرفوا مدينه فين ماشيين يعرفوا راسهم فين غاديين لان هذه خريطه يعني الا قربنا ليها فهي خريطه ديال تطوان يعني كتعطيك يعني المعاني ديال مدينه تطوان المعاني التاريخيه ديال مدينه تطوان وكتشرحها لك يعني من حيث الخبره اصلا ما كتشوفوها هنا هذه المعالم ديال مدينه تطوان يعني التاريخيه كامله يعني من كتبدا يعني بقصبه سيدي مدري حتى القصبه حتى دار بومبا حتى الساحات يعني الساحات المعروفين في مدينه تطوان كتشوفوا يعني الناس كدوز قطع النفس ولا دايره يد بخنفره باش ميساج واش هاد الرائحه اللي هي صراحه انا كنباع عندي يدي كتبقى واقف هنايا يعني كتقهرك واحد النسمه اللي هي واحد النسمه اللي هي خنزه وطبعا يعني الانسان اللي عايش يتعرف على مدينه تطوان فطبعا يعني عايشين هاد الخريطه ولكن هاد الخريطه شو كيقول لك هي راه بودرات النافع يعني هاد الخريطه تشرح لك معاني ديال مدينه تطوان هي مزيانه من حيث يعني ان السياح اللي كيجيو ولا الناس اللي كيجيو كيبغيو يتعرفوا على مدينه تطوان المعالم التاريخيه ديالها وفين غيمشيو فين غيتناقلوا ولكن الضرر ديالها هو ان الانسان يعني كيجي موراها الاشخاص يعني اللي ما كيحشموش اللي ما فيهمش يعني الذره ديال الحياه كيجيو من موراها وكيرجعوها يعني من الحد العمومي وكيجيو يعني انهم يقضيو الحاجه ديالهم فيها وكيخلوا هذه الريحه مع دابا قيله ضربه هنايا وانت ما كتشوف يعني المنظر اللي هو كئيب فصراحه نتمنوا هذا المناظر ما يتكرروش وكنتمنوا ان يعني الجماعه تتدخل ودير واحد المنحد عمومي في وجه هاد الناس لان هذا المدخل ديال السوق ديال باب توت وحتى المحلات التجاريه فهي كامله يعني ديال باب توت حنا كنشوفوا هذا وكتلقى هاد الصورة هادي ديال هاد اللوحة ولا اللوحة اللي كتسمع عليها الخريطة وكتلقى يعني كيجي كيكتبو فيها ولا كيكتبو فيها يعني واحد الصورة اللي هي من قلة الحياة فكنتمناو أن هاد المنظر ميبقاش إذا المتابعين الكرام اللي كنحييكم من المتابعة كنتمناو أن الرسالة ديالنا توصل كنتمناو أن يعني السلطة تتدخل بواحد السرعة وواحد الوتيرة سريعة وتنشا يعني مراحل عمومية في وجه ساكنة مدينة تطوان وتخلي واحد المنظر مزيون يعني المدينه ديالنا ولا المدينه ديال تطوان مابقاش نشوفوا هذا المنظر هذا كيتكرر متابعينا الكرام.